لجوي الوجه لإحدى مؤسسات التكوين المهني وإنعاش الشغل. تسجيل كيكون عبر الانترنت على الموقع www.ofppt.ma أو مباشرة في واحد من المعاهد ديالنا. التسجيل القبلي عبر الانترنت كيتم خلال 4 مراحل. أولا، إدخال المعلومات المتعلقة برقم البطاقة الوطنية ورمز مسار وتاريخ الإزدياد والجنسية. المرحلة الثانية، كيتم فيها إضافة المعلومات المتعلقة بالمسار الدراسي للمترشح من أجل اختيار 3 شعاب وترتيبها حسب الأولوية. من بعد إدخال البيانات الشخصية المتعلقة بالمترشح، كتجي المرحلة الرابعة والأخيرة اللي كيتم فيها تأكيد التسجيل وطبع الاستمارة اللي كتضيفها الملف التسجيل. هذا الأخير كيتكون من الوثائق التالية: استمارة التسجيل القبلي عبر الانترنت، ملف التوجيه مملوء وموقع من طرف المترشح، نسخة من الدبلوم أو شهادة مدرسية تثبت المستوى التعليمي المطلوب، نسخة مكبرة للبطاقة الوطنية للتعريف البيومترية أو عقد ازدياد بالنسبة للمترشحين الذين لا يتوفرون على بطاقة التعريف، صورتان شمسيتان للمترشح. ومن بعد ما تحضر ملف التسجيل يمكن لك توجه مباشرة للمؤسسة باش تأكد التسجيل ديالك في إحدى تكوينات الـ OFPPT. ولكن انت مازال متردد في اختيار الشعبة اللي غادي تكمل فيها المسار ديالك، مستشار التوجيه اللي كيتواجدوا في فضاء الاستقبال والإعلام كيرافقوك من خلال الإجابة على جميع الأسئلة ديالك وتوجيهك في اختيار الشعبة اللي كتناسبك وكتلائم طموحاتك. اكتشف على موقعنا أكثر من 300 شعبة وقم بالخطوة الأولى لبداية مسارك المهني بنجاح. مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الطريق الأمثل للمستقبل.